لو رحنا في luminance, texture, effects, ambient occlusion. طبعا ننزل بمنظر ده, خلي بالنا من حاجه ان الموديل بتاعنا حجمه صغير, فلو دخلنا جوه الامبيانت اوكلوجن هنلاقي الامبيانت اوكلوجن الماكسيمم ريلينج بتاعه 100, كتير 100, انت عندك ده كله على بعضه ما يجيش 2 سم, فانا هخلي الماكسيمم لينجز ب 2. في حاجه حصلت؟ لا. قول له انفيرتد امبيانت اوكلوجن, تمام, واعمل رايت كليك واعمل انفرت مود, تمام كده. خد الابيض بقى واسحب الابيض لورا شويه كده, تمام. شايفين ده حلو, ده طبعا لان انا عايز هنا اخليه بمقدار واحد كمان مش اتنين, بس انا عايز انتر اكتف ريندر ريجن عشان ابقى شايف الدنيا ظروفها ايه. في دي انا مش عايز جلوبال الومنيشن دلوقتي, انا عايز بس اشوف ابيض واسود, مش عايز حاجه. بالظبط كده. بص, لو خليت دي 2 تمام, فانت براحتك. في نقطة عشان الكلر اللي هنا ده, لو زقينا الابيض ده شوية كده تمام, شوية نزق كمان الاسود ده شوية, بس جميل اوي. لو استخدمنا ده كالفا يبقى احنا هنحط هنا اللي احنا عايزينه, بس انا ما ينفعش اروح استخدمه وخط بالمنظر ده كده, يعني باينه انها بيرفكت اوي, فانا عايز اعمل اكثر البيرفكتنس ده. ممكن نعمل ايه؟ الاول هحط سنه كونتراست بين الابيض والاسود عشان يبقى ابيض ابيض واسود, وعشان تبقى هينفعني بعد كده في السكراتشز. نروح على اللومينانس تاني, فوق الامبت اوكلوجن هحط لاير عادي, هشتغل بلاير تمام. نستنى شويه لان المشكله دي رجعت تاني لما انا عملت كونتراست, في معناها اقدم الابيض والاسود شويه بس كده عشان يداريها. تمام, نطلع اب فوق الامبيانت اوكلوجن, هات حته ايمج, اي ايمج ابيض واسود بحيث تعملها كماسك زي ما انت عايز. ممكن عايز ايمج الباترن بتاعها حلو كده. ممكن واحدة زي دي, open no, طبعا زي ما انتم شايفين نازلة فلة. الأول أنا عايز دي ده اهي تبقى كيوبيك عشان أبقى شايف التكتشر زي ما هطبقها بعدين. الحاجة التانية بقى, أنا عايز الأمبنت أوكلوجن فوق دي, والبلند مود حاجة اسمها ليفر. استنى كده شوية, تمام, بالشكل ده كده. ليفر بياخد اللاير اللي تحته ويدخلها ماسك جوه اللاير اللي فوقها. شايفين بقى عامل ازاي؟ بقى البرفكتنس مكسور, ما عادش فيه بيرفكت زي الأول. أنا جيت عملت فول
ريندر عشان نشوف شكله عليها ككلها كده. طبعا احنا ممكن نخش جوه الصورة دي وناخد دي كده، ممكن نزود الاكسبوجر بتاعها ونعمل ريندر، هنلاقي الدنيا فرقت اكتر اهو، شايفين ما عادش فيه البرفكت بتاع الاول. ممكن نخلي الاكسبوجر 2، طبعا ما ينفعش يزيد عشان ما نخبطش الدنيا. زي ما انت حابب بقى، زي ما انت عايز. ريندر تاني، حلو قوي 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 الموضوع ده. طب التكتشر دي هتلزمنا في حاجه؟ اه طبعا، خدها كوبي، اقفل التست ماتيريال دي، شيلها من هنا، ارجع للتكتشر بتاعت الميتال بتاعتك، روح على الالفا بتاعتها وارمي دي بس. معناها ايه؟ معناها ان انت هتحط الخامه الابيض واسود دي في الالفا، انك هتفرغ مكان السكراتشز من الميتال، فيما معناه ان انا لو عملت دبل كليك وسميت دي جريل سكراتشز، تمام، وخلي الكلر، بس خلي الكلر اسود، وروح على الريفلكتنس شيلها وحط بس جي جي اكس، مش اي حاجه، روح للفرنيل وخلي دايلكتريك، تمام، وتعال على اللاير وخلي دي مثلا بتاع 5 ولا حاجه، سنه روفنس، تمام، وبس. خد دي حطها على الجريل، بس في نقطة، انت عايز دي تبان من تحت دي، لان دي اللي احنا حاطين فيها الالفا، فتخلي دي قصادها كده، يعني دي تبان من تحت دي ودي كده كده فوقه. لو احنا جينا بقى نشوف كده، نقرب عشان نشوف الجمال بتاع التكتشر دي، ونعمل اوب اوب، استنى 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 على دي. نعمل كده ونجرب رندر. الرندر ده هيطول سنه لان هو قريب، فهرجع لكم بعد ما يخلص، او الرندر كمان في البيكتشر فيور. واخدين بالكم من حاجه؟ يعني على ما افتكر ما اشتغلتش. طب نقفل ونرجع هنا دبل كليك تاني ونروح لالف. ما اشتغلتش عشان الاوبشن ده، الاوبشن ده ما تعلمش عليه الا لو انت مستخدم هنا ايمج ما عليهاش حاجه، يعني ايمج بس ما عليهاش اي شيدر من بتوع سينما 4D، غير كده مش هيقراه. شيل دي، تمام. نرجع بقى كده ونعمل ريندر ده تاني، وهوريكم الفرق، يعني لما يرندر هوريكم بين الصورتين دول. نبص كده بقى ونشوف الجمال بتاع الماتيريال اهو، بصوا الفرق. تمام، لسه فيه، لسه فيه اللي فيه بقى تجويد. تمام، هنعمل نو و هنروح للخانه بتاع السكراتشز دي، ونروح للبامب ونحط بس فيها اي حاجه، يعني ممكن نحط كتشر وناخد لود ايمج، ونلود مثلا ايمج جايه تديني سكراتشات، اي واحدة من دول هتنفع. ناخد دي مثلا، ماشي، هنسيبها زي ما هي. هي فيها، لو احنا عملنا اوبن ويندو، يعني هي مش بيضة اهي، فيها سكراتشز، تمام،
غير كده كمان ال الكالر مش عايز فيها كالر اصلا، وفي ريفليكتنس عايز اخد ده لورا شويه، مش عايز روفنس جامد، ودي هخليها بتاع 8 على حاجه. حلو، لو جينا نرندر عشان نشوف الفرق. هنلاقي بقى الخامة بعد ما كانت متساوية كده، لأ بقى فيها بامب، بقى فيها بروز. طبعا البامب بالموجب والسالب، يعني لو عملته بالسالب يبقى انت بتعكس، كأنك بتعكس الايمج اللي انت حاططها. الابيض هيبقى اسود والاسود هيبقى ابيض. طبعا انا حاطط الاوبجكت في وش الكاميرا، فشيء طبيعي ان هو ياخد شوية وقت في الـ في الكالكوليشن. مش هيبقى لنا غير حاجة واحدة بس في الماتيريال دي، اللي هي البامب بتاع الجريل بيز، اللي هي اللي فيها اللي هي المين المين ماتيريال بتاعتنا. يبقى كده خلصنا من الماتيريال دي، تلات ارباع كل اللي باقي ما عدا بتاعة الكاوتش والكروم اخو الماتيريال دي مع تغيير الكالر. تمام، نشوف بقى هو هيبدأ يشتغل. استنى بس يكمل. بالمناسبة نفس الكونسبت اللي انا بتكلم فيه ده، الناس بقى اللي هي شغالة نفس الكونسبت اللي انا بقوله ده يتعمل في ارنولد ويتعمل في الفيراي. هو الفرق ان انت تلاقي المكافئ للي انا بتكلم عليه ده في رندر انجن التاني. هو ده الفرق. بس انا عايز ابعد بدي كده تمام، واعمل لها رندر من الزاوية دي، زاوية مباشرة شوية. افتكر شكل الماتيريال بقى تمام اوي اوي اوي. شايفين تمام الماتيريال دي هي اللي هتمشي على الميتال كله، بس انا عايز اعمل حاجة، عايز اروح دبل كليك واخد منها دبل كيت وهسمي دي جريل بيز ريد، يعني انا عايز اعملها لونها احمر. هروح لرفلكتنس للبيز لاير لللاير كولر في الكولر ده. ممكن اخليها كده واسحب الكولر كده، بس انا اعمل حاجة احسن من دي على فكرة. الذكاء، الذكاء بقى الذكاء فين؟ الذكاء ان انا المفروض اطبق في المكان دي ودبل كليك بالمرة بدل ما نقعد اشتغل. هروح للكلر ده هقفله مش عايزه، وهروح لإيمج برو 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 فين برو؟ اهي اهي تنزل تحتنا مكان الكلر. تمام، بس في حاجة هشيلها معلش، وهروح لشيدر فلتر، ناخد الفلتر ده هنا، خش جوه الفلتر هات نفس الايمج. اعتقد في البيت مابس هلاقيها متحوشة كبريست، مش متحوشة كبريست تاني اهي. طب ليه انا خدتها هنا؟ عشان اعمل لها دي ساتوريشن شوية، واقفل الجامعة بتاعتها سنة، اطلع اب هلاقيها بالمنظر ده كده.
brightness. Gamma sin. وشوفت لايت. مش عارف انهو بلند مود اللي ينفع. سكرين ينفع بس مش عارف. هو نورمال حلو. لا نورمال تمام زي الفل. جميل. كده كده الكلر ده مش تبعنا خالص. لو جينا نعمل بقى كده زي ما احنا شايفين، ده ميزة انك انت تعمل الحاجة بتاعتك بروسيدورال. يعني ايه بروسيدورال؟ يعني تقدر تغيرها في اي وقت بكليك او اتنين والدنيا تمشي تمام وبسرعة. طبعا واضح الماتيريال ما شاء الله حلو قوي. طبعا طب براحتك قلل دست تزود دست، خلاص انت عرفت كل حاجة منين. ده بالنسبة لدي. لو احنا رحنا بقى ضفنا باقي الماتيريال اللي هي التانية اللي انا شلتها، نخلي بالنا ان احنا هناخد معاها كام حاجة. يعني بمعنى صح هاخد احطها على كنترول زد. انا عايز الكاب، احط دي على الكاب. خلي بالنا انها هتبقى كيوبيك، وواضح كده ان هي مش فت لان الكاب دي قدام ورا. فانا عايز اسكلها شوية كده بس عشان ابقى ضامن ان هي تمام. جميل. في ستريتش بص شايفين السيم ده؟ هو ده اللي انا عمال بحاول اعالج فيه عشان ازقه يتعمل له اوف. ايوه ما يبانش بس كده. جميل. ما ننساش هناخد وراها، هناخد دي زي ما هي كده طبعا قدام هنا. وكالعاده اوبس كنترول زد زد تاني كنترول ونسحب، لان عشان بعمل دبل كيت. ودي نفس الموضوع كنترول ونسحب. طبعا نزلوا زي ما هم كيوبيك ونزلوا دي نازله يو في. لا انا عايزها كيوبيك ودي برضه يو في عايزها. في حاجه ان انا ممكن اروح للتكتشرز بتاع الدست وطالما واقول له كررها لي. يعني انا ملاحظ ان هي مثلا كبيره قوي، فانا ممكن اقول له كررها لي مثلا 2 في 2 اهو زي ما انت شايف كررها، وهكذا زي ما انت عايز. ونفس الماتيريال دي على فكره هتتحط يعني. بس في حاجه مهمه جدا 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 جدا، ان طبعا الامبنت اوكلوجن هنا غير هنا. واحد يقول لي ايه ده ازاي؟ اقول لك ازاي. اولا مفترض هنسحب وناخد من دي دبل كيت، هو ده الصح. دي هنسميها كاب بيز. ليه انا عملت كده؟ هنشوف. دبل كليك دي مختلفة لان دي كانت بتاعة دي، فاستحالة دي هتركب على دي. فاللي هنعمله كالاتي، هاخد دي كوبي واقفل بس الالفا دلوقتي، واقفل الريفلكتنس وافتح اللومينانس. تمام. الكاب بيز هرميها للكاب بيز. تمام. هبست دي هنا لير. هنخش جوه الامبنت اوكلوجن، هو ده اللي فيه الكلام، ونشوف
لو جينا عملنا كده يبقى حظنا لو رجل صح. بس افتكر هيبقى فيه تعديل في مكان الاسود والابيض، افتكر هيكبر شويه. زي ما قلت لكم اهو هو يعني كويس، بس يعني افتكر لو اتعمل 3.5 افتكر كويس. خلينا بعيد عن دي عشان ما ياخدش وقت في الريندر. المفروض اطفي الامبيد اوكلوجن لكن كسل بقى بصراحة يعني. يعني هنقول ماشي مفيش مشكلة خالص. كليك يمين كوبي، اقفل لومينانس، افتح ريفليكتنس عادي، ارجع رجع الالفا بتاعك عادي جدا، بس ارجع حط دي بيست بعد ما اتعدلت. تمام، اقفل نرندر البورشن ده كده. واهو ادي الامبيانت اوكلوجن والسكراتشز. التكتشر دي انا بفكر اشيلها، اجرب اشيلها وراندر شوت كده، احلى بكتير اوي 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 من الاول. طيب نفس الماتيريال دي دبل هناخدها كده، ودي هتبقى اسمها البادي بيز، وهناخدها على البادي. مش هعمل سكراشات في البادي، البادي اصلا مفهوش تفاصيل. تمام، الحاجه اللي هعملها بس ان انا هاخد الديرت واحطها فوق كده واخليها كيوبيك. تمام، ممكن ناخد التكتشر دي ونشوف هنحتاج تصغر ولا تكبر. افتكر هنصغرها شوية. بصوا لما اتصغرت بقى فيها تكرار، فانا هكبر سنة. ومتهيألي بتاعت الكابس هحافظ على البروبورشن ده، لكن مش عارف اصغر ولا اكبر. ممكن اصغرها شويه بس احافظ على السيمز، ما يبقاش في سيمز. خلي بالك انك ممكن تعمل كل حاجه، يعني مش عاجبك حته غير شايف حته زي دي كده مش ظريفة، فده راجع من ان السكيل عايز يضبط، فمظبوط السكيل بحيث يخشوا مع بعض لغاية ما السينز تروح. افتكر كده كده تمام. الاتنين دول ايدنتيكال من بعض. عايز اروح ل views والغي ده، يعني عايز اشوف التكتشر. افتكر ان انا هكبرها كده كده سنه، استرتشها شويه بس مش اكتر.
في سيم هنا زمان، بس السيم ده بعيد يعني مش هيبقى، لا ده مش سيم، انا اسف، الخط بتاع الواير فريم. لو ده كده لابسه في الحيطه. تمام، لو فكرت اعمل ريندر من الزاويه دي زي ما احنا شايفين الديرت ميتال والاولد ميتال والسكراتشز، شكل حلو، خامه صعبه بس لما شغل كتير قوي. نفس الماتيريال دي هتتحط على، طبعا انت بتسلكت ما بيسلكتش، فانك انت تطلع بره دول فتسلكت براحتك. نفس الماتيريال تحط على دي، البادي المفروض ما فيهاش الفا لان كده كده ما فيهاش تفاصيل اصلا. كنترول ونسحب، ودي هنسميها الهيد بيز. ممكن تسلكت الماتيريال وتسلكت الاوبجكت وتيجي فانكشن تقوم قايل له ابلاي على طول، هتقوم قايل له كيوبيك، مش هنعمل فيها حاجه، هنسيبها زي ما هي. سكرول تو اكتف اوبجكت هنلاقيه ده. طبعا خلي بالك بمنظر زي ده كده الماتيريال دي اتطبقت على كل حاجه، انا مش عايز كده، ده اتطبقت على السبديفيجن سيرفس، هقول له طبقها بس على الكبسول فقط، وهروح لدول واظبط بس الماتيريال شويه بس كده. في حاجة مهمة جدا على فكرة ما اتعملتش في كلهم للأسف، بس هرجع لها بعدين عشان ارجع لها مرة واحدة كده. دي خلصنا منها، هنعمل بعد كده الماتيريال بتاعة المسامير دي، ودي ماتيريال سريعة كوبر ماتيريال زي النحاس كده، في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله.